تشكل أسواق حلب بتداخلها والتقائها مع بعضها مركزاً تجارياً مهماً، ليس فقط للتجار وسكان المدينة فحسب، بل للقادمين من خارجها ولا سيما من الأرياف نظراً لتميزها واعتدال أسعارها. لدى دخول أي زائر سوق الشعار يفاجأ بمستوى النشاط والحركة بعد أن بدأ أصحاب المحال بترميم متاجرهم والعودة إليها. دخل المسلحين دمروه، وهلأ إن شاء الله بيرجع بتأهل بيفتحوا المحلات. صار لي فترة يعني شي سنتين، أنا سابقاً كنت في اللاذقية ونزلنا لهون والحمد لله الله أكرمنا بالشغل، يعني سوق شعبي أسعاره كويسة وقطعة فيه يعني محروفة شوية السوق. قبل ما كان في سوق هون حاليا مثل ما كان في سوق موجود حاليا، رجعت الناس لبيوتها، الأمن والأمان بفضل الجيش العربي السوري وتضحياته، أكيد رجعت المنطقة أفضل من كانت، بس ناقصة شوية إعادة أعمار وشوية ترحيل الأنقاض. أنا والله ببسط هون، ببسط حباسات، الحمد لله عم نترزق أحسن من أولي، الحمد لله ورجع الأمن والأمان. سوقا باب أنطاكيا والجلوم يحملان عراقة وتاريخ حلب نظراً لقدمهما والطابع المعماري الجميل، وهما يتقاطعان في أكثر من نقطة وزائرهما يمكن أن يقضي ساعات وهو يتسوق دون أن يشعر بالملل. بما أنه هون مدخل المدينة بيدخلوا من هون من المدينة وهن رايحين لفوق، الوضع كتير كويس الحمد لله رب العالمين. بداية بس تحررت حلب فتحنا. نحن من 30-40 سنة نحن هون محلنا، والله طلعت صار هون صار إرهابيين وما إرهابيين وتعبنا وطلعنا، رجعت الحمد لله رب العالمين ورجعنا شوي بضاعتنا شوي، كان أول تمشي يمكن يدروا الخلق العالم بين بعضها، يعني الحمد لله كان والله إن شاء الله بترجع إن شاء الله. فتحنا مشي شهرين تقريبا، يعني الناس هون عم تفتح، في ناس يعني بدها تأجر محلات يعني لما موجودين بس يفتحوا هو عم يأجروا، يعني كل ما هو الأحسن إن شاء الله تعالى. يعني السنة اللي فتحت كانت الحركة ضعيفة شوي، رديت سكرت، هالسنة الحمد لله خلص صدقنا إن شاء الله نفتح. هلا المحل كان في خراب، في نشر، في كذا، رجعنا رممنا زبطناه الحمد لله ورجعنا طلعنا الأساسات ورجعنا كل شيء مثل ما كان الحمد لله. في عالم تيجي بس تتمشى انه بس تشوف السوق بس تتفرج على الايسار تتفرج على هذا يعني ايه، بس نحن اعتمادنا الزبون على الريف على الارياف اكثر. اول ما جيت ما في طريق بدي افوت على الجلوم، مشو جيت وفتحت الدكان وبركت، قمت قلت يا الله. ثاني يوم قلت لابني بدنا نعبيه، قال يا بابا بدي يسرقوها، قلت خلي يسرقوا لك في الله، والله عبيت بضاعه. اجوا جواريني سالوني شلون فتحت انت، قلت لهم في الله، توكلوا على رسيله مثلي، شجعتهم شوي شوي فتحوا واحد الثاني الثالث والجلوم كلها فتحت.